أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم معنا في أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى. هذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس بالقصر الملكي برباط أمس حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 الذي يكلف استثمارات تفوق 115 مليار درهم. في دورتها الثانية قافلة مغرب ابتكار تحط الرحال بإقليم رحمنا لفسح المجال أمام أكبر عدد من الشباب للمساهمة في تنمية إقليمهم عبر تقديم أفكار وابتكارات في عدة مجالات مرتبطة بالتنمية. أيادي بيضاء تحمل الدفء والدعم للتخفيف من معاناة الفئات الهشة، مبادرة إنسانية من جمعية عابر سبيل لفائدة الأشخاص الذين يواجهون ظروف عيش صعبة ويبيتون بالفضاء العام. أهلا بكم. ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن أمس بالقصر الملكي برباط حفل توقيع اتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والذي يكلف استثمارات بقيمة 115 مليار و400 مليون درهم. وتحدد هذه الاتفاقية شروط وكيفية تنفيذ وتمويل إنجاز هذا البرنامج الرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب ومواكبة الطلب على هذا المصدر الثمين وضمان الأمن المائي والحد من آثار التغيرات المناخية. التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. خلال حفل التوقيع على اتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ألقى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر عمارة كلمة بين يدي جلالة الملك حفظه الله، أكد فيها أن هذا البرنامج المندمج يأخذ بعين الاعتبار الوضعية الهيدرولوجية للمملكة والدراسات المتوفرة حول هذه الإشكالية ويرتكز على 5 محاور أساسية. أولا تنمية العرض المائي من خلال تشييد السدود الكبرى والصغرى والتلية وتعبئة مياه جوفية جديدة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب وإنشاء محطات تحلية المياه البحر إن اقتضى الحال، بالإضافة إلى اتخاذ عدة إجراءات وإنجاز مشاريع تهدف إلى دعم تأمين تزويد بالماء الصالح للشرب. ثانيا تدبير الطلب وتثمين الماء من خلال مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مردودية شبكة التوزيع وترشيد استعمال الماء وكذا تثمين المياه في المجال الفلاحي. ثالثا تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب الوسط القروي يهدف تحسين نسبة الولوج لهذه المادة الحيوية والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق في هذا المجال. رابعا إعادة استعمال المياه العادمة لا سيما لسقي المساحات الخضراء وخاصة فضاءات الجولف. خامسا التواصل والتحسيس من أجل ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية لدى الجميع خاصة الأجيال الصاعدة. وسيكلف تنزيل هذا البرنامج غلافا ماليا يبلغ 115.4 مليار درهم موزعة على الشكل التالي: 61 مليار درهم لتنمية العرض المائي، 25.1 مليار درهم لتدبير الطلب وتثمين الماء، 26.9 مليار درهم لتقوية التزود بالماء الصالح للشرب الوسط القروي، 2.3 مليار درهم لإعادة استعمال المياه العادمة، 50 مليون درهم لمحور التواصل والتحسيس. وأبرز السيد الوزير أن تمويل هذا البرنامج محدد ومضبوط تساهم فيه الدولة بنسبة 60% و 39% من طرف الفاعلين خاصة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي كلمة مماثلة بهذه المناسبة هكذا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش
أنه وتنفيذ للتعليمات السامية لجلالة الملك، خاصة فيما يتعلق بمواصلة برامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي، فإن شق التزوير بماء الري سيتدخل إجمالا على مساحة 510 ألف هكتار لفائدة 160 ألف من الفلاحين. أولا متابعة إنجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي بتكلفة تقدر ب 9.5 مليار ديال الدرهم، ويستهدف هذا البرنامج تحويل واستبدال نظم الري التقليدية بالري الموضوعي، وذلك انطلاقا من النتائج الجد مشجعة التي تم تسجيلها منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر، والتي مكنت من رفع المساحات المجهزة بالري بالتنقيط على الصعيد الوطني إلى حوالي 585 ألف هكتار، مع تسجيل آثار جد إيجابية همت أكثر من 100 ألف فلاح. ثانيا متابعة إنجاز مشروع الإهداد الهيدروفلاحي لإنقاذ الأراضي المسقية بسهل سيس، التي تسقى من الفرشة المائية التي أصبحت تسجل تناقصا مستمرا لمستوى المياه، وسيمكن هذا المشروع من إنقاذ الأراضي المسقية بسهل سيس على مساحة 30 ألف هكتار عبر إنجاز قناة المد وشبكة لتوزيع المياه التي سيتم تعبئتها بواسطة سد مداز. كما أكد السيد الوزير أن البرنامج يهم أيضا متابعة تنمية وعصرانة دوائر الري الصغير والمتوسط، خاصة داخل المجالات الهشة يشمل جميع جهات المملكة، وأيضا إطلاق مشروع التجهيز الهيدروفلاحي للمنطقة الجنوبية الشرقية من سهل الغرب، وذلك بهدف توسيع الري على مساحة 30 ألف هكتار. من جهته أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يرمي أيضا إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف. أولا تقوية تزويد ماء الصالح للشرب في العالم القروي، ويرمي إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف، وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة من طرف مختلف متدخلين، واعتماد برنامج تكميلي بالنسبة للمناطق التي تعرف خصاصا في التزويد والتي لم تدرج في أي برنامج. ثانيا الاقتصاد في الماء الصالح للشرب، يهدف هذا المحور إلى تحسين مردودية شبكة التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بنسبة 78% في أفق 2027، مما سيمكن من اقتصاد ما مجموعه 207 مليون متر مكعب من الماء، ترشيد كلفة الاستثمارات الخاصة بالمنشآت والتجهيزات المائية، سدود ومحطات معالجة وقنوات الجر، وكذا ضمان استمرارية تزود الماء الشروب وتحسين جودة الخدمات. وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا الإجراء ب 8.92 مليار درهم. أما المحور الثالث والمتعلق بإعادة استعمال المياه العذبة المعالجة، فأشار السيد الوزير أنه تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي، ويهدف إلى مواصلة إنجاز مشاريع التطهير السائل لفائدة 128 مدينة ومركزا حضريا، وتجهيز 1207 مركزا قرويا بشبكات الصرف الصحي، إضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء. وتميز هذا الحفل الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالتوقيع على الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والتي وقعها كل من وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بن شعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السيد عبد القادر عمارة، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة السيد عزيز الرباح، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي. الله يبارك يا سيدي.
بعد نجاح دورتها الأولى بمدينة الصويرة، قافلة مغرب ابتكار تحط الرحال بإقليم أرحمنا، انطلاقا من مدينة بنجرير لفسح المجال أمام أكبر عدد من الشباب من أجل المساهمة في تنمية أقل إقليمهم. الشباب مدعوون لتقديم أفكار وابتكارات في عدة مجالات مرتبطة بالتنمية قصد مواكبتها وتطويرها لكي تخرج بنتيجة هادفة للمنطقة. القافلة تنظمها مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة بشراكة مع اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية أرحمنا. حسن زكي، محمد العروي، وعبد الإله الشاب. مدينتك، قريتك، مشاريعك، تصور، ابتكار، تطوير، خلق قيمة، مع لنبني الغد، كان هو الشعار الذي حملته قافلة مغرب ابتكار لشباب إقليم أرحمنا من أجل إذكاء روح المبادرة والابتكار لديهم بفسح المجال أمامهم لتقديم أفكارهم المبتكرة لمشاريع تنموية لفائدة إقليمهم بالاعتماد على الإمكانيات والقدرات المحلية في إطار تنمية مستدامة وفعالة. الهدف الأول هو أن ننمي القدرات ديال الساكنة، نقلبوا على أفكار ديال المشاريع اللي ممكن تنمي المنطقة وتساهم في تشجيع ديال لونتربرونيا عند الساكنة ديال بنقرير. ما يناهز 3000 لقاء تعتزم القافلة إجراءها أثناء زيارتها على مدى 4 أيام لكل المناطق التابعة للإقليم من خلال مؤسساتها التعليمية ومراكز التكوين المهني وجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات والمندوبيتان الجهويتان للصناعة التقليدية والمياه والغابات. هذه القافلة الخاصية ديالها، وحنا غادي نتنقلوا المناطق القروية، وحنا اللي غادي نبحثوا على الشباب اللي عنده الإرادة وعنده أفكار، واللي ممكن هذه الأفكار نواكبوا فيها باش تخرج إلى مشاريع اللي ممكن تساهم في التنمية المحلية. وسيتم تتويج فعاليات هذه القافلة باختيار ما يقارب 130 مشروعا مبتكرا سيحصل على المواكبة والتطوير من طرف المشرفين على المبادرة، فيما سيحظى 28 مشروع متوج بسبل التجسيد على أرض الواقع في إطار برنامج تشجيع المقاولات الناشئة على مدى سنتين. ومعنا مباشرة من بنقرير السيد هشام مدرومي، الرئيس المنتدب لمؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة. بداية سيدي، القافلة هي بمثابة دعوة لمشاريع ابتكارات، من هي الفئة؟ من هي الفئة المستهدفة وأهداف القافلة؟ تنشكركم على الإضافة نتاع مغرب الابتكار، قافلة مغرب الابتكار، حيث بأن الأهداف المسطرة في هذه المرحلة الثانية لتزور إقليم أرحمنا وهو الوصول لأكبر عدد من الشباب وحامل الأفكار والخدمات والمشاريع من أجل الدفع بهم من أجل خلق يعني واحد التنمية والتنمية المستدامة بإقليم أرحمنا، بحيث القافلة ستزور جميع المناطق نتاع الإقليم من جماعات وبالمؤسسات موجودة بالإقليم، وحيث من المنتظر بأنها غادي يعني تشوف أكثر من 3000 شاب وحامل المشاريع وجميع يعني الأشخاص ذات الأفكار اللي يمكن لها تمشي بعيد، يمكن لها يشاركوا معنا، والمشاركة مفتوحة لجميع الفئات المجتمع من الصناعة التقليدية والفلاحة والخدمات والتكنولوجيا والبيئة والصيد البحري والمياه والغابات وكذلك الطاقة والطاقة يعني والتنمية المستدامة. طيب، ذكرتم أن 3000 لقاء سيتم عقدها للبحث عن الأفكار والمشاريع التي ينتظر أن تعود بالنفع على المنطقة، ما هي تحديد المناطق والمؤسسات التي ستتم زيارتها؟ يعني انطلقت القافلة اليوم على الساعة 12:00 بعد الظهر، بحيث انطلقت في زيارة بعد الجامعة الدولية يعني لونيفرسيتي محمد السادس لجميع التخصصات، وكذلك تمشي القافلة بمركز التكوين المهني وكذلك بمركز الصناعة التقليدية، وبعد ذلك يعني ابتداء من يوم الغد غادي تزور بعض المناطق يعني
الجماعات الموجودة بالإقليم كسيدي بوعثمان وكذلك كمنطقة صخور حامنة وكذلك بوشان وبعض المناطق الأخرى المسطرة، وكذلك غنزور جميع الجمعيات والتعاونيات في الصناعة التقليدية وكذلك الفلاحة. طيب سيد ندرومي، بعد الصويرة الآن المحطة هي رحمنا، ما هي المحطات القادمة في برنامج القافلة؟ يعني احنا الحمد لله تنتظروا كما قلت في العناوين انه ان شاء الله تنتظروا اكثر من 28 يعني مشروع اللي غادي يخرج من هذه القافله هذا الاسبوع، وكذلك تنضربوا موعد الاسبوع القادم باقليم شيشاوه، والاسبوع يعني اللي بعده باقليم اليوسفيه، وهذا في اطار برنامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه من اجل الوصول يعني لاكبر عدد بهذه المناطق في جهات مراكش أسفي، والهدف منه هو الخروج بالعدد كبير في نهاية السنة واحد العدد كبير من الشركات والمشاريع اللي غادي تخرج الأرض الواقع من أجل تنمية الأقاليم وكذلك جهات مراكش وأسفي. شكرا لكم السيد هشام الدرومي الرئيس المنتدب لمؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة، كنتم معنا مباشرة من بنكرير. أشاد مكتب اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني بالقاهرة بالدعم اللامحدود لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس لقضية فلسطين وللقدس، وذكر بيان صدر عقب هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد طالع سعود الأطلسي رئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني أن آخر مظاهر هذا الدعم اللامحدود سياسيا وماديا لقضية فلسطين وللقدس وصمودها في وجه كافة المؤامرات كان رسالة جلالة الملك للجنة الأممية لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة. ونبدأ جولتنا عبر محطات الحدث الدولي من موسكو، حيث وقعت حكومة الوفاق الوطني ليبيا على اتفاقية وقف إطلاق النار التي ترمي إلى وقف 9 أشهر من القتال حول العاصمة طرابلس، بينما غادر المشير خليفة حفتر موسكو دون التوقيع على اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه برعاية أنقرة وموسكو، ما يطرح مخاوف من مخاطر انهيار الهدنة الهشة. خالد الأحمدي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد بتلقين المشير خليفة حفتر الذي يتمركز بشرق ليبيا درسا في حال استأنف هجماته على حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس المعترف بها دوليا والتي تحظى حاليا بدعم تركيا. موقف الرئيس التركي يعقب مغادرة خليفة حفتر لروسيا دون التوقيع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار ترعاه أنقرة وموسكو ويروم وضع حد للقتال في ليبيا. فرغم تباين مواقفهما تجاه الأزمة الليبية، إذ يحظى خليفة حفتر بمساندة موسكو، سعت كل من تركيا وروسيا أمس إلى انتزاع اتفاق بين الطرفين. ففي حين وافق فايز السراج على الوثيقة التركية الروسية، طلب خليفة حفتر أمس مزيدا من الوقت إلى غاية صباح اليوم لدراستها، ليتم الإعلان بعد ذلك عن مغادرته لموسكو دون التوقيع على الاتفاق. جهود روسيا وأنقرة تنضاف إليها مبادرات أخرى تصب في اتجاه منع تدويل الأزمة الليبية، فألمانيا تسعى لعقد مؤتمر للسلام حول ليبيا برعاية أممية في وقت لاحق الشهر الجاري بغية وضع حد للقتال الذي أودى بحياة 280 مدنيا وحوالي 2000 مقاتل منذ أبريل المنصرم، تاريخ انطلاق هجمات قوات خليفة حفتر على العاصمة طرابلس حسب تقديرات أممية. قمة قادة فرنسا ودول منطقة الساحل الخمس تتوج باتفاق على تأسيس التعاون العسكري لمكافحة التمرد الإرهابي الذي يهدد المنطقة. قادة فرنسا وكل من تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا أعربوا في ختام القمة التي انعقدت بمدينة بو جنوب غرب فرنسا عن أملهم في أن تواصل الولايات المتحدة دعمها لمكافحة الإرهابيين. وأعلن الرئيس الفرنسي في ختام القمة عن إرسال 220 جنديا إضافيا إلى منطقة الساحل لتعزيز صفوف القوات الفرنسية هناك.
وفي مستجدات مأساة الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران الأسبوع الماضي، أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس أن ضحايا تحطم الطائرة التي أسقطتها إيران بصاروخ أطلقته عن طريق الخطأ لكانوا اليوم على قيد الحياة لولا تصعيد التوتر في المنطقة والذي أثارته جزئيا الولايات المتحدة بتصعيد التوتر مع إيران. بعد هدوء دام 43 عاما أطلق البركان تال بالفلبين اليوم حمما وعمودا ضخما من الرماد مع أدخنة ممزوجة بالبرق جنوب العاصمة مانيلا، حيث ألغيت مئات الرحلات الجوية خشية من توران قابل للانفجار وشيك للبركان، وغطت طبقة رقيقة من الرماد المنازل والطرقات المحيطة بالبركان الذي ترافق تحركه مع سلسلة هزات أرضية. تال هو ثاني أنشط البراكين في الفلبين وهو أحد أصغر البراكين في العالم. ونعود إلى الأخبار الوطنية، حيث نظمت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أمس وقفة بالرباط بتزامن مع إضراب وطني عن العمل للمطالبة، كما جاء في بيان أصدرته الفيدرالية بالإسراع بإصدار القانون المنظم لمزاولة المهنة بتوافق مع المؤسسات المعنية واعتماد دخل جزافي عادل ومنصف لأطباء الأسنان في التغطية الصحية يراعي قدرتهم ويضمن استمرار انخراطهم. في مبادرة إنسانية للتخفيف من حدة الأيام الباردة على فئة اجتماعية هشة ممن يواجهون ظروف عيش صعبة ويبيتون بالفضاء العام، نظمت جمعية عابر سبيل بأسفي حملة تضامنية لتقديم وجبات غذائية وأغطية وملابس شتوية واقية من البرد وخدمات أخرى للمستفيدين. ربورتاج عبد الرحيم بن شيخي وعبد الغني الطهراوي. هنا تعد وجبات بطعم خاص بهدف خاص وبالتالي بمذاق خاص، هي لأشخاص قست عليهم ظروف الحياة اشتدت عليهم في انتظار فرج يجود به الزمان، لكن أياد بيضاء جادت كي تخفف من قسوة هذا البرد كي تمنح دفئا إنسانيا. هدف من الحملة هو تقديم خدمات اجتماعية لواحد الفئات هشة، منها المختلين عقليا، منها المتشردين، منها الناس اللي بدون سكن دائم اللي كيكونوا كيعانوا بزاف ديال المشاكل العائلية أو النفسية. نلقاو بزاف ديال الحالات اللي صراحة إن فوا كنشوفوهم كتأثروا بزاف، حتى الحالات اللي صعيبة بزاف بزاف، كنلقاو شباب، كنلقاو أطفال، كنلقاو أمهات يعني بالأطفال جولهم كيباتوا في البرد القارس. يكونون عادة في ركن أو زاوية ينكمشون ينحصرون في مكان ضيق، وهذا الحضور الجمعوي الإنساني هو ما يجعل الوضع قابلا للتحمل هذه الليلة. كل مميتة، كل واحد وضعية صعبة، وخرجنا بحق خرجنا من ديك خارية قرايه ما كملناش، الظروف ما عطاتناش باش نكملوا قرايه، خرجنا ما لقيناش فين، خرجنا التشرد الزرق. مره كيطلع علينا بعدا كتحس بشويه ديال الامان، ما كتبقاش بعدا بوحدك، بعدا كيجيك مره كتحس بعدا بواحد، تحس بعدا بشي واحد راه كيجي بعدا مره كيطلع عليك. قد يمتلئ البطن مؤقتا، لكن دفء النظره واللقاء الانساني غير محدود لمن اعطى أو لمن أخذ. عن عمر يناهز 69 عاما غادرنا صباح اليوم إلى دار البقاء الزميل مولود عبابو. الراحل كان قد التحق بالإذاعة والتلفزة سنة 1974 وشغل عدة مناصب من بينها رئيس الخلية الوطنية ورئيس للتحرير بمديرية الأخبار. الفقيد كان من خيرة أطر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما تذكر بأبرز محطات الخبر في نشرة الظهيرة.
جلالة الملك يترأس بالقصر الملكي برباط أمس حفلة توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني لتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 والذي يكلف استثمارات تفوق 115 مليار درهم. في دورتها الثانية قافلة مغرب ابتكار تحط الرحال بإقليم رحمنا لفسح المجال أمام أكبر عدد من الشباب للمساهمة في تنمية إقليمهم عبر تقديم أفكار وابتكارات في عدة مجالات مرتبطة بالتنمية. أيادي بيضاء تحمل الدفء والدعم لتخفيف من معاناة الفئات الهشة، مبادرة إنسانية من جمعية عابر سبيل لفائدة الأشخاص الذين يواجهون ظروف عيش صعبة ويبيتون في الفضاء العام. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.